ملي وصلت هذا الدار بقيت مدة عام هذه ساكنة فيها، عمرني ما لقيت فيها طن نهار اللي زوين ليا فيها، دايما مكرفصة فيها وحالتي حالة. بنتي من المدرسة لقات العافية شاعلة، كانت عيط عليا وكتبكي كتغوت كتبكي كتغوت، قالت لي امي العافية شاعلة. جيت كنجري ما بقيتش قديت، تحشوا لي رجليا شديت الطاكسي. حنا حاجه وحده اللي بغينا، بغينا الحق ديالنا يبان، والعذاب كاع اللي داز علينا في هاد السيمانه وهذا الشيء، يعني الدخان وحوايجنا كاملين تحرقوا وسميتو. بغيت نعاود لكم انا القصه ديالي، هادشي اللي وقع ليا في هاد البلاد السعيده. انا مشيت جيت كان راجلي مريض بالسكر، ضربو في العينين، جيت خدام عليه هنا وكنطيح ونوض من هنا لهنا شويه، كان تنديه لمراكش، كندير ليه الليزر، ضربو السكر في العينين كندير ليه الليزر، جبتهم خدام عليهم هنا في هاد البلاد. من هنا ديك مده 6 شهور ضربات اكسيده، مات، خلى ليا جوج بنيات، وبقيت بقيت كنخدم عليهم باش نوفر ليهم كل شيء اللي خصهم صافي. وبقيت كاريا من هنا لهنا من هنا لهنا حتى وصلت هذا الدار. ملي وصلت هذا الدار بقيت مده عام هذه ساكنه فيها، عمرني ما لقيت فيها طن نهار اللي زوين ليا فيها، دائما مكرفصه فيها وحالتي حاله. ونهار الخميس مشيت نتقدى شي حاجة من المارشي، وصلت تما مع هذيك العشرة، خرجت مع العشرة ونص. جات بنتي من المدرسة لقات العافية شاعلة، كانت عيط عليا وكتبكي كتغوت كتبكي كتغوت، قالت لي امي العافية شاعلة. جيت كنجري ما بقيتش قديت، تحشوا لي رجليا شديت الطاكسي. جيت لقيت الناس عامرة الجقاها بنادمها الرجال الأطفال كل شيء، البوليس كل شيء وصل هنا. لحقت جيت كان جري تحت في الدار جوج مرات، نعتق وليداتي العافية شاعلة من هاد الجهة ومن هاد الجهة، بحرة وبحرة تعتقناهم من ديك العافية. دابا تعقدوا لي ولادي ما بقاوش بغا يدخلوا للدار، تعذبوا كل عشية كنهز ولادي ونخرج معرت، ما بغاوش يدخلوا لي كاع للدار، ولادي تعذبوا هنا صافي، ما بقاوش بغاو يدخلوا لي للدار وما عنديش فين نمشي. عييت صافي ولادي صافي تعقدوا ليا، ما بقاوش بغاو يقراو، ما بقاوش بغاو عندو هاد البنيتات، ما بقاوش بغاو يقراو، ما بقاوش بغاو يرجعوا ليا للدار. الله ينعم الوكي، هادشي بزاف عليا ما قدرتش فين نمشي ولا فين نديهم، ولا اللي دار لينا هاد الحاله ما غاديش نسمحوا ليه. العافيه طرمات ليا من الشرجم، من الشعلات العافيه من الشرجم، شي واحد قاصد جاو البوليس قالوا شي واحد قاصد باش يحرق الدار ويحرق الكتب ويحرق كل شيء تحرق. ها انتم كتشوفوا كل شيء، هذا الشيء تحرق، كل شيء تحرق. ولادي راه تعقدوا ليا، ما بقاوش بغاو يقراو، ما بقاوش بغاو يرجعوا للمدرسه، ما بقاوش بغاو يدخلوا ليا للدار. وما كتشوفوا المحسنين، هذه الرساله ديالي كنتمنى توصلكم، تعاونوني وتشوفوا من حالي. انا ولادي راه تعذبوا، ما بقاوش بغاو ليا يبقاو ليا لا في الدار لا خارجين ليا، دابا جالسين ليا غير في الزنقه.
السلام عليكم. مهم انا جيت داك النهار فاش وقعت ديك الفاجعه، انا جيت مع 10:45 خرجت مع 10:30 من ليسي، جيت وصلت الدار لقيت واحد المراه جارتنا الفوق كتغوت كتقول لها فيها شعره. انا كنت جيت تسحب لي واش عندي جيران، جيت كندق وتسحب لي واش عندهم حيت كيبان لي الدخان كامل وخرج من الدار. وفجرت بنت لي العافيه خرج من الشرجم، من الشرجم ديالنا، وكان يعني الناس غاديين بحال هكا كيتجاراو، ولقيت الباب مسدود. فاش رجعت عيطت على الوالده ديالي حيت ما كانتش لقات، يلا خرجت ديك الساعه مشات تقدا شي حاجه، ومشيت عيطت لها من عند واحد مول الحانوت حيت ما كانش عندي الصول. فاش عيطت عليها قلت لها رجعي جيبي السار، وتراه سميتو راه الدار شاعله فيها العافيه. مهم ديك الساعة جا المقدم عيط على بومبية، عيط على رجال سميتو ديتيات البوليس، جاو كلشي. فاش طفاو العافية يعني فاش قلبوا لقاو حيت فين جلاتينا العافية، جلات وسط الدار وجلاتينا في الكتوبة ديالنا وحوايجنا سبرديلاتنا كلشي. فاش جاو يعني فاش قلبوا لقاو العافية ما شالتش من الكوزينة ولا من البيت ولا من حتى حاجة، يعني العافية كانت مقصودة باش انها ترمى طرمان وسط الدار، يعني الناس كانوا قاصدين باش يحرقونا حنايا، ماشي باش يعني ما عرفتش. فجاو قلبوا لقاو ماشي لا بوطا لا بريكا لا يعني ماشي لا منطو ولا ما حتى حاجه. وصافي داونا ديك الساعه داونا المغفر باش نعطيو اقوالنا. فجوينا يعني حنا تاكين في الجيران ديالنا هما اللي داروا لنا ديك الفجيعه، حيت كانوا شادين معنا كونطرير، يعني هما الناس اللي يعني السمعة ديالهم خايبة شوية، وكانوا شادين معنا السكير وكل شيء. المهم هادوك اللي شاكين فيهم اللي داروا لنا هذا الشيء، وصافي هذا الشيء كاين. حنا حاجة واحدة اللي كنتمنوا أن الحق ديالنا يبان، ما بغيناش يعني داس علينا العذاب في هذه السيمانة. هذا الشيء وقع نهار الخميس اللي فات اللي قبل رمضان مع 10:50 بحال هكاك. مهم حنا حاجه واحده اللي بغينا الحق ديالنا يبان، والعذاب كاع اللي داز علينا في هاد السيمانه وهذا الشيء، يعني الدخان وحوايجنا كاملين تحرقوا وسميتو وكل شيء. يعني الوالده ديالي ما بقاتش خدامه ما والو، وحنا كتب ديالنا والدروس ديالنا ومبقى لينا والو الامتحانات وكل شيء تحرق لينا. صافي كنتمنوا حاجه واحده، يعني الكلمه ديالنا توصل للسلطه ويبان الحق ديالنا ويبان لينا يعني ياخذوا الجزاء ديالهم هاد الناس اللي قاصدين باش يديروا فينا هاد الشيء، ويعني اديونا بدون يعني ما درنا لهم والو، بدون سبب بدون اي شيء. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.